انا ما كنتش متخيل ان ماما تعمل كده، انا اسف. العجيب ان مامتك بتحاسبني على حاجه انا اصلا ماليش دعوه بيها. بلاش هزوريها برضو يا ليلى، ابنها اتجوز ما حضرتش فرحه. بقول لك ايه، والنبي بلاش مبررات فارغه. انا اتهنت، انا اول مره احس ان انا شخص غير مرغوب فيه. يا اخي كنت تقولي ما تجيش احسن. ازاي بس انت طلبت مني الموضوع ده 100 مره؟ عشان كده بقى كنت بترفض، وعشان كده كمان خدت اخوك عدل واحنا رايحين. دلوقتي انا فهمت. معلش انا برضو ما كنتش اعرف ان هي تعمل كده. تقفل الباب في وشي وتقفل الباب على نفسها وتسيبني وتقوم، وانتهى قله الذوق الصراحه. ليلى لو سمحتي اتكلمي كويس، اتكلمي على امر. امال اللي عملته ده تسميه ايه؟ ده سميني قلبها اتحرق على ابنها، ان هو اتجوز واحده هي اصلا ما تعرفهاش. لا بقى مش خلاص على فكره، وانا اصلا غلطانه ان انا طلبت اروح عندكم البيت. انا قلت يمكن لما اعملهم كويس يعملوا لي باسلوب محترم ويوافقوا على الجواز، بس واضح ان الاسلوب ده ما ينفعش مع كل الناس. قصدك ايه؟ قصدي اللي انت فهمته. بتتكلمي على الاسلوب؟ وده اسلوب محترم تتكلمي بيه عن اهلي؟ على فكرة بقى هما مش موافقين ولا عمرهم كانوا هيوافقوا على الجوازة دي. قصدك انت بقى ايه؟ ما ترد عليا، ما ترد. تقصد ايه بانهم مش هيوافقوا ان احنا نتجوز دي؟ ليلى من فضلك بلاش نتكلم دلوقتي. انا بقى عايز اتكلم دلوقتي. ممكن ترد عليا وتكلمني زي ما بكلمك؟ ارحميني بقى وقدري اللي انا فيه. يعني ايه ارحمك؟ انا كنت عملت لك ايه؟ كل ده عشان رحت لمامتك عشان ترضى عنك انت؟ ترضى عني؟ وانت فاكره لما تجيبي لها خياطه بتاعتك في حضنها وتطبطب عليكي؟ ما فاتك، ما تخافش اللي انا بعمله. الوضع اللي احنا فيه اصلا كله سخيف. يا سلام، طب ومستمر في ليه يا حبيبي لما هو سخيف قوي كده ومش عاجبك؟ صح، قال لي كبرنا كمل حياه فرضت عليا اصلا. فرضت عليك؟ مش انت اللي بتحبني اصلا؟ ما ترد، انت اتجوزتني ليه؟ عايز تعرفي اتجوزتك ليه؟ عشان ابوكي هددني ان هو يقتل خطيبتي، ده بعد ما حرق القهوه. كذاب طبعا، انا ابويا مش ممكن يعمل كده. خلاص روح اسال ابوكي. انت كذاب. روح اسألي. بس مش عاوزة ولا كلمة. لا يا ماما انتي غلطانة، الصبح واحنا بنفطر عادل قالك لو مش عايزاهم يجوا قولي، وانتي قلتي له خليهم يجوا، يبقى انتي غلطانه قوي. عملتي كده ليه؟ ايه يا مروه؟ بعد العمر ده هتعلموني اعمل ايه وما اعملش ايه؟ يا ماما ما نقصدش والله، بس احمد بقى شكله صغير قوي قدام مراته. عشان احمد صغير قدامي يا حنان. عادل لو عرف كده هيزعل جدا. المفروض ايه؟ يجي يديني قلمين يا ست مروه؟ خلاص بقى انتي وهي. يلا خلي ماما تستريح. يلا حنان، يلا مروه. ما قدرتش يا عادل، ما قدرتش امسك نفسي. اول ما شفته حسيت ان الدم بيغلي في راسي، كنت عايزه اضربه واقول له هان عليك، هان عليك تعمل فرحك من غيري، بس صعبت عليا نفسي. حتى دي ما قدرتش انطقها، ولما حسيت اني ممكن اقول كلام تحسب عليا ويزعل اخوك دخلت اوضتي وقفلت عليا الباب. خلاص بقى يا معاد، وحياتي عندك ما تزعلي نفسك. انت هتكلمه؟ لو عايزاني اكلمه هكلمه. ايوه، اقول له المفروض كنت اعمل قد اللي عملته ده 10 مرات قصاد اللي هو عمله. معاك حق، بس ذنبها ايه بقى بنت الناس اللي نزلت من بيتنا زعلانه دي؟ الناس اللي خدوه بطوله كده وجوزوه بنتهم ما سالوش عن امه ولا عن اهله، دول ناس. ايه ده؟ مالك؟ مالك يا ليلى؟ مالك فيك ايه؟ بتجري كده ليه؟ انت هددت احمد ان انت تقتل خطيبته لما تجوزنيش؟
ما بتردش ليه؟ ما سمعتنيش؟ انت خليته يتجوزني بالعافية؟ انا هفهمك يعني. اهدي بس. انت مجنون، انت مجنون. عيب يا رجل، انت ازاي عملت فيا كده؟ ازاي قدرت؟ انا حبيت اساعدك اجوزك اللي انت بتحبيه. بتحرق وتهدد من اكل وانت بتفكر في الحب. يا ريتني كنت مت قبل ما تعمل فيا كده. اللي انت عملته ده اخطر حاجة ممكن حد يعملها في الدنيا كلها. انا بكرهك، بكرهك يا بابا، انا بكرهك. انا مش مصدق انك عملت كده. بوظت حياتي وبوظت حياتنا كمان. ليه حق تكرهك وانا كمان بكرهك؟ كل ده من ورايا. انا متاكد ان مالكيش علاقه باللي حصل. انا مكنتش عايز اقول لك اي حاجه بس انت اللي ضغطتي عليا. ليه قعدت؟ ليه استنيت جنبي؟ كان ممكن قوي انك تمشي بعد الفرح، خصوصا بعد اللي حصل لبابا. اللي خلاك تستنى يا احمد؟ مش حاجة عشان تعتذري. أي يا أستاذ مصطفى، أنا بعت الإيميل اللي اتفقنا عليه وردوا عليا. هما موافقين مبدئيا على تغيير مكان خط الإنتاج بس بنفس المواصفات القديمة. مسحت الرد وخدت منه نسخة. طب كويس قوي. مطلوب مني حاجة تاني؟ لا تمام كده يا هند. عايزك بس تركزي، أول ما يبعتوا إيميل عايزك تعرفي اللي فيه وتمسحيه وبلغيني فورا. انت جاي تعاتبني يا احمد؟ لا يا امي، راجع عشان محتاجك. حبيبي صباح الخير يا مدام عمر. صباح الخير يا رامي، اتفضل. خير؟ في حاجة مش مظبوطة بتحصل يا مدام عمر. بخصوص ايه؟ بخصوص المشروع اللي أنا مسؤول عن الترجمة فيه. ماله بقى؟ في ميلات وصلت من الشركة الألمانية اتمسحت بعضها على طول. ايه؟ اللي أنت بتقوله ده؟ أنت عرفت الكلام ده ازاي؟ في رسالة امبارح وصلت الساعة 7:30 واتمسحت بعضها على طول بخمس دقايق. والإيميلات دي فيها ايه؟ في حد بيرسل الشركة الألمانية باسمنا عشان يغير التعاقد وينقل خط الإنتاج لمصنع تاني. يا نهار أسود، الكلام اللي أنت بتقوله ده أنا لازم أبلغ سعيد بيه.
تعالى معايا يا رامي. رجوعك على البيت محيرني كتير. بالعكس، منطقي جدا ان انا ابقى في البيت دلوقتي عشان بابا ما يحسش اني تخليت عنه، وكمان عشان ابقى قريب من احمد ومن الشركه ومن البيت، وكل حاجه تبقى تحت عيني عشان ما حدش يعرف احنا بنعمل ايه. فهمتي؟ فهمت، بس كمان اللي عم تعمله انت كتير صعب. ما تقلقيش، انا عارف انا بعمل ايه كويس. نرجع لشغلنا بقى، ايه الجديد عندك؟ بعد ما دورت لقيت انه مصنع الجرحي فيه كل المواصفات اللي الالمان عم يدوروا عليها. كويس، في مصنع كمان المفروض نكلمه، بس خلينا نبدا بالجرح الاول. اوكي، هذا كرت وسيم الجرحي فيه كل ارقامه الخاصه. طب كويس جدا. الو، صباح الخير وسيم بيه، معك مصطفى الكومي. اهلا بيك. ايوه، ابن سعيد الكومي. اه يا فندم. استاذ مصطفى، في موضوع مهم. طب عادي عادي. طيب تحب امتى؟ بكره. كويس جدا. فين؟ تمام، اوكي اوكي، اتفقنا. مع السلامه. مع السلامه. خير يا عمي، في ايه؟ في كارثه. رامي اكتشف ان في حد بيراسل الشركه الالمانيه وعايز يلغي التعاقد معاهم وينقل خط الانتاج. انت عارفه الكلام ده معناه ايه؟ للاسف حضرتك، في حد بيراسل الالمان من ايميل الشركه بتاعتنا عشان يحاول يلغي الصفقه معاهم. دي مصيبه. مين اللي ممكن يعمل حاجه زي كده؟ اكيد حد معاه الباسورد بتاع ايميل الشركه. انا عايز اجتماع حالا لكل مديرين المجموعه، وخلي رامي يحضر الاجتماع. حاضر. بسرعه يا امل لو سمحتي. حاضر. شفت؟ انا ياما حذرتك. شو رح تعمل هلا بالمصيبه اللي انت فيها؟ خلاص خلاص يا لنا، تلاقي شو هتصرف. ليلى حبيبتي، مالكيش ذنب ابدا في اللي حصل. سعيد هو اللي لازم يتحمل مسؤوليه اللي عمله. ماليش ذنب ازاي؟ انا البني ادمه المريضه الضعيفه، بنت المليونير اللي حبت واحد واتجوزته وهو ما بيحبهاش اصلا. حبيبتي انت ما كنتيش تعرفي، وبعدين لما احمد اصلا ما بيحبكيش واتجوزك غصب عنه زي ما بتقولي، ما سابكيش ليه لغايه دلوقتي؟ ما فكرتيش ايه السبب؟ انا اقول لك ايه السبب. الامل اللي بقى فيها فيلا وعربيه احدث موديل وعيشه ما كانش يحلم بيها. احمد مش ملاك يا ليلى زي ما انت متصوره. اذا كان سعيد غلط فهو كمان وافق على الغلط ده، يعني مشترك معاه. عايزه الحق؟ انت الوحيده اللي مش مفروض تحسي باي ذنب. لا لا، حرام عليك، انا مش موافقاك في اللي بتقوليه ده. احمد خاف عليا، ما رضيش يصارحني عشان ما يجرحنيش. ليلى حبيبتي، فوقي فوقي كده وفكري بالعقل. احمد مش عايز يخسر الثروه والمكانه اللي هو وصل لها لما اتجوزك. الحقيقه بقى إن أحمد وسعيد ومصطفى أخوكي كمان هما اللي غلطوا في حقك، واللي لازم يحصل إن هما التلاتة يكفروا عن اللي عملوه معاكي. أنا قلت لهم يبلغوك إنك ما تجيش يا إبراهيم. يس، بلغوني، بس انا ما اقدرش اسيبك دلوقتي يا سعيد بيه. ايدك ورجلك بقوا زي الفل، ما اقدرش اوقف جلسات. نرمين، فين نرمين؟ سوري، وير از نرمين؟ اوكي وان سكند. نرمين هي راحت تندهلها، على بال ما نرمين تطلع تعال ناخد خطوتين ثلاثة هنا. انا مش همشي، عايز اقعد لوحدي. سيبني واطلع بره لو سمحت. من فضلك يا سعيد بيه، الانفعال ده غلط على التنشن بتاعك، هيزوده. انت ما بتفهمش. اطلع بره. في ايه بس يا سعيد؟ بتزعق ليه؟ فيه يا ابراهيم؟ ماله؟ بيزعق لي من ساعه ما جيت، معرفش فيه ايه. قولي لاخوك البلد ده اطلع بره، عايز اقعد لوحدي، سيبوني لوحدي. خلاص اهدى بس، اهدى، انا جاي. سوري، حالته صعبه جدا، اتخانق مع ليلى حته الخناق امبارح بالليل، مش قادر احكي لك. Don't worry, it's okay. اهم حاجه بس ان احنا لازم نعمل جلسات في اسرع وقت، مش هينفع يفضل قاعد كده. اوكي؟ حاضر حاضر. ماشي.
هكلمك بالليل. اوكي اوكي اي ويل جو باي. ثانك يو حبيبي. هتكلم مين بس؟ هكلم ليلى. ليلى مش قادرة تسمع صوتي. أنا ضيعت بنتي يا ميرمي. ضيعت بنتي. بس والله ما أنا كنت عايز أساعدها بس. بس كل حاجة باظت. يا سعيد إحنا كلنا بشر وبنغلط. ما تعملش في نفسك كده بليز. هي محتاجة وقت تهدى. أنت هتكلمها وهتشرح لها كل حاجة، هتفهمها إن أنت عملت كل ده عشان خاطرها. اصبر اصبر. انا مش الاول، مش قادر اخرج من الوقت. كنت غلط ولازم اتحاسب. اخيك من مالها ليلى تشيلها ذنوبي؟ ليه بتشيلها ذنوبي يا رب؟ لا يا سعيد لا، اطلب من ربنا يساعدك يا رب. اللي حصل ده ملوش غير معنى واحد بس، ان في حد من جوه الشركه استغل مرض ابويا وغيابي الفتره اللي فاتت وبيحاول يعمل عمليه قذره. انا عارف هدفه من وراها ايه. بعد اذنك يا مصطفى بيه، الحمد لله ان رامي اكتشف الموضوع ده بدري، واحنا ممكن نتصل بالشركه في المانيا نطلب مقابله مستر هوفمان في مصر، وبكده العمليه دي تتحل. الايميلات اللي وصلت بتقول ان الاتفاق لسه ما كملش. طيب انا عايز اعرف بقى بالظبط مين غيري مع الباسورد ده. سعيد بيه ورامي واستاذ احمد. استاذ احمد، انا رايي فورا نعمل اتصالات عشان ما نسيبش اي فرصه ان الاتفاق ده. من النهارده الباسورد هيتغير، ومفيش حد فيكم مسموح له الاتصال بالشريك الالماني الا لما اعرف مين اللي عمل الجريمه دي الاول، وقريب قوي هعرفه وهتكون نهايته على ايدي. بعد اذنك يا فندم، انا لازم يكون معايا الباسورد علشان اقدر اترجم الايميلز زي ما بعمل على طول. لا يا رامي، الايميلات من دلوقتي هتجي لك مطبوعه، والاستاذه لنا هي اللي هتوصل لكم اي قرارات خاصه بالمشروع ده. اتفضلوا، الاجتماع انتهى. ما بدي اكمل بالقصة. في ايه يا لنا؟ ما تخافيش، مفيش حاجة تخوف. خايفة. قلت لك ما تخافيش. وبعدين بقى اللي حصل ده كله في مصلحتي. مصلحتك انك تنكشف. مفيش أي حاجة في المراسلات اللي حصلت بيني وبينهم بتقول إن أنا اللي ورا كل ده. وبعدين دلوقتي بقى عندي مبرر إن أشك في كل اللي حواليا. بتعرف شو؟ من زمان كنت خايفة عليك كتير، بس هلا أنا خايفة منك. زي ما تكون بقالك سنة ما نمتش. كنتش بنام يا عمري والله. أنا حاسس إن أنا كنت في صندوق إزاز مثلا، شايف الناس وهم شايفيني، لكن أنا سامع حد ولا حد سامعني.
صندوق الإزاز ده بقى حصل له إيه؟ كسرته. طب إيه؟ مش هتحكي لي؟ ما عنديش حاجة أقولها يا أم عادل. طيب يا أحمد براحتك. يا مروة. نعم يا ماما. اعملي لاخوكي سندوتشين قبل ما تمشي. طيب. هو اخباره ايه ماما؟ والله ما انا عارفه يا ابني. طب استني انت يا مروة، انا هدخل الاول. ما تضغطش عليه، شكله مش عايز يتكلم. مفيش حاجه يا ماما، انا كل الحكايه هطمن عليه بس. سبت ليلى عادي. حاول على قوة إلا بالله بسبب اللي حصل من أمك؟ عشان هو ده اللي كان لازم يحصل. يعني إيه هو ده اللي كان لازم يحصل؟ أمال قلبت الدنيا على دماغي ليه عشان تتجوزها؟ عادل أنت مش فاهم الموضوع. طب فهمني يا عم. أنا اتجوزت ليلى غصب. غصب؟ ومين اللي غصب؟ أبوه. أبوها؟ أه أبوه. أنت عارف إن أبوه هو اللي حرق القهوة؟ يا نهار اسود. خد المفاجأة بقى يا ريس، ليلى عندها الايدز. وانت اتجوزتها؟ قصدي يعني اتجوزتها وانت عارف انها عيانة؟ عرفت يوم الفرح عادي. وليه ما عرفتش؟ ليه ما مشيتش وسبت لهم الفرح يتطربع على دماغهم؟ ابوها اتشل يوميها، ما كانش ينفع اسيبهم وامشي. اه، ابوها اللي اتفق مع بنته انها تتجوزك غصب. لا يا عادي، لا ما تعرفش اي حاجه. ما تعرفش ان عندها ايدز كمان؟ لا يا عادل مش قصدي. لا ما تعرفش ان ابوها حرق لنا القهوه وهددني. لا حول ولا قوه الا بالله. طب انت ليه يا ابني سبتنا نظن فيك الظنون دي كلها؟ ده احنا قلنا فيك ما في الخمر، احنا وامك واختك. ما كانش ينفع اقول لكم يا عادل ساعتها. امك لازم تعرف الحقيقه. لا يا عادل، اوعى تقول لها اي حاجه من اللي انا بقولها لك دي. طلقت ليلى؟ لسه، بس ده يحصل النهارده وبكره بكتير قوي ان شاء الله. وانت انت راحت مني يا عادل. ما راحتش ولا حاجة. لا اللي انت قلتهولي ده وهي هتحظرها. دول هتجوزوا كمان كام يوم، فايه لما يخرجوا يتفسحوا مع بعض شوية؟ ما فيهاش حاجة. خلاص ما فيهاش حاجة. ما هند برضو كانت بتخرج مع خطيبها وتروح وتيجي، كنت بتقول ما فيهاش حاجة. فاكر ولا فكرك؟ لا اله الا الله، ايه اللي جاب السيرة دي دلوقتي؟ بس حبيت اقول لك انك كل مره ما بتسمعش كلامي في الاخر بيطلع كلامي انا اللي صح. حسن قال لي عايز اخرج انا وخطيبتي نتغدى بره ونفسح شويه، اقول له لا؟ ايوه تقول له لا، احنا في لخمه ودربكه ملهاش اخر، ولسه حاجات كتير قوي ما اشتريتهاش. عايزه تروح تتفسح؟ خلاص يا ست، كلها كام يوم ويتجوزوا ويقعدوا مع بعض ويخرجوا يتفسحوا زي ما هم عايزين. اهلا يا هنوت، مبروك يا حبيبي الشغل الجديد. الله يبارك فيك يا بابا. ايه مالك شكلك مبسوطه ليه؟ لا انا كويسه، انا بس لسه مش فاهمه ايه اللي مطلوب مني بالظبط في الشغل الجديد فقلقانه شويه. اه، انت رايحه فين دلوقتي؟ نازله وسط البلد اشتري لابتوب. ما انا قلت لماما، ما هو الشغل الجديد ده كده مطلوب مني ان انا اقدر استلم الايميلات وترجمها وابعتها من وانا في اي حته. انا نسيت مفاتيحي. مش مشكله مش هحتاجها. انت رايحه في حته؟ هنروح فين؟ ما احنا قاعدين قدامك اهو. عايزه فلوس؟ لا يا بابا متشكره انا معايا. بصي، لو عديتي على اي محل بتاع ادوات منزليه عايزاكي تشوفي لي صينيه تقديم كبير. الطقم بتاع اختك ما فيهوش الحجم ده، يا ريت كمان تشوفيها لي يبقى لونها نحاسي عشان تبقى شبه الطقم. ماما مش هينفع، انا مش فاضيه. باي باي. بنت دي مالها؟ مالها؟ ما هي ماشيه قدامك زي القرد اهي. شكلها مش عاجبني، تايهه كده ومش مظبوطه. بقول لك ايه، اما ترجع بينكشيها كده شوفها هتطلع منها بايه. ولا هتقول لي اي حاجه. انا اصلا من ساعه ما وقفت لها في شغلها مع اللي اسمه مصطفى ده وانا كل اللي بيني وبينها صباح الخير يا ماما، صباح النور. رموه انا هحاول.
اهلا يا حبيبتي. هاي ازيك؟ هاي دولي. ايه لان ما روحتيش ليه على البيت؟ حصل حاجه في الشركه؟ والله ما بعرف شو بدي اقلك، بس حاسه حالي ضايعه ومالي مبسوطه ابدا، مالي قدراني ارجع على البيت اقعد لحالي، لذلك حكيتك وقلت اجي اشوفكم. معلش يا حبيبتي، انا عارفه انك زهقانه من غيري، بس ليلى محتاجه لي قوي. خير؟ هقولك ايه، بس المهم انتي ليه متضايقه قوي كده؟ انا لا، ضايق خلقي واشتقت للولو. لولو كيفك؟ كويس. انتي اخبارك ايه؟ ممتازه. هتعملي ايه؟ مفيش حاجه في ايدي يا ماما ممكن اعملها. لا، في انك ما تحسسيش اللي حواليكي انك ضعيفه وتسمحي لحد ان يؤذيكي. بس احمد ما اذانيش يا ماما. يا لنا، لو حد استحمل بسببك اذى كتير قوي في حياته، ينفع ان انت تردي له ده بانك تكرهيه؟ بفهم كلامك كتير منيح. اللي بحب التاني مستعد يعمل اي شيء بس مشان يرضيه، اذا كان بيحبه عن جد طبعا. عموما اذا جوزك احمد مثل ما عم بتقولي وهي تكرهي، نصيحة. انا بكره رايح اختار فستان الفرح. الف مبروك عليك يا ست البنات. عاوز اعمل ازاي بقى؟ هو ايه ده، الفستان ولا يفرق معايا؟ لا مش قصدي ما يفرقش معايا فستان، انا يفرق معايا اللي جوه الفستان. عشان خاطر يا حسن قول لي عشان ما بقاش تايه وانا بختار. انا ما يهمنيش يعجب اي حد غيرك. اي حاجه تجيبيها هتعجبني. صدقي يا هلا، يوم جوازنا ده انا بحسبه بالساعه. والله يا هلا وليك عليا حلفين، يوم الفرح ده مش هيبقى يوم فرح، ده هيبقى يوم عيد ميلادي. اسكت بقى يا حسن، احسن كل ما اسمع السيره دي بترعب. يا ساتر يا رب، بنتي ترعبي ليه؟ كفاله الشر. بصراحة بصراحة أنا خايفة جدا من الجواز. إيه ده؟ أنت بتضحك عليا؟ طب والله العظيم أنا مرعوبة. يا ست الكل بعد الشر عليكي بالرعب. أقول لك على حاجة، وعد عليا قدام ربنا إنك أول ما تبقي في بيتي لا هفكر ولا تجيلي فكرة حتى إن أضايقك أو أزعلك. بجد يا حسن؟ يا خرابي، يا خرابي على حسن دي. طب أنا راضي ذمتك، في حد يبقى ربنا مديله حته الماظه زي كده ويزعلها؟ ده يبقى حمار. انا فرحانه بيك جدا يا حسن. فرحانه اني حمار؟ لا طبعا، بس بقى انت عارف ليه. بصي هلا، هو كان من فتره كده، يعني من فتره حصل كلام بيني وبين خالتك ام حسن، وانا كنت حابب انك تعرفيه. قول يا حسن. هقول اللي حق. طب ارد على التليفون وارجع اقول لك حاجه. الو، ايه يا معلم؟ لا لقيتك مختفي. ماشي يا معلم، انا شويه وهجيلك. يلا سلام يا احمد، خد بالك من نفسك. سلام. احمد شاهين، عاوز منك ايه تاني؟ هنعيده تاني يا هلا؟ ما احنا اتفقنا ان مقابلاتي وخروجي مع احمد بعيد عني خالص. بصراحة انا كل ما اعرف ان انت بتشوفه او بتكلمه بتعصب. ابوس ايديكي عشان خاطر ربنا، ده انت بكره هتجيبي الفستان بتاعك عشان خاطري. معلش. حاضر يا حسن. انت هتروح تقابله؟ هروح له، لان شكله صوته في التليفون كده شكله واقع في مشكلة. صحوبية ايه المنيلة دي اللي كلها مشاكل وازمات و... خلاص خلاص، اعمل اللي انت عاوزه. طب انا راضي ذمتك، هينفع اروح لو انت قلبي عليا كده؟ اتحاكي بقى، حياة النبي اللي اتحاكي. طب واحدة خلاص يا حسن، خلاص بقى. يا متر، الحساب صح؟ انا هضطر احاسب بقى عشان اقوم اروح له. اتحاكي بقى. خلاص.
هند، انت مش عايزه تسلمي عليا ولا ايه؟ ازيك يا مروه؟ انا اسفه والله، كان نفسي اكلمك في التليفون اطمن عليكي، بس بصراحه بقى اتكسفت. انت رايحه فين؟ نازله وسط البلد مع صحابي، هنشتري شويه حاجات. انا كمان نازله وسط البلد. نازله فين بالظبط؟ نازله ميدان طلعت حرب. تعالي معايا. صحيح مريم وهال عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. انتي طمنيني عليك، طنط وعادل وكريم كلنا زي الفل. احمد رجع البيت امبارح، تقريبا في مشكله بينه وبين مراته.